بديتي كدوز الامتحان ولا مازال ما بديتيش كدوز؟ شنو خاصك تعرف وشنو اللي خاصك توجد؟ سواء كنتي بادي كتوجد من اول سيمستر ولا بديتي معطل. اون فافوار. الامتحان تيكون عباره عن دي بروبليم، وكل تمرين فيه مجموعه من الاسئله، ولا جاوبنا على الاسئله غادي نكونوا نجحنا في الامتحان ديالنا. ويلي بصح زعما تجاوب تنجح. المهم هو كيفاش نوجد لدوك الاسئله، واهم حاجه الفو الي فيغ ليسونسييل. عندك تصدع راسك وتمشي تشد الكور وتبغي تفهمو مزيان، ومن جات هذه ومن جات هذه، وقلب على هذه في يوتيوب وتمارين في جوجل. نو 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 التيكس تايم اصاحبي. راه ما تضيع في الوقت. نقدر نقول لك هنايا فحال شي واحد سولك على ودنك وقلتي لي ها هي. سير الاساسي يا صاحبي، شد سيري الاسئله اللي فيها، قلب على الطريقه كيفاش يتخدموا صحيح بيان سيو واللي عطاك الاستاذ فقط. ما تعومش وتتعمق بزاف وعاود دير فحالو، غادي تخدم السيري الاولى الثانيه غادي تلقى شي اسئله كيتعاودوا، ولا جاتك شي حاجه صعيبه في الفهمه حاول تحفظها. تنهضر معاك حفظها. راه نظام ديال الامتحانات في الجامعات والاغلبيه ديال الاساتذه تيخدموا على المثال ديال بضاعتنا وردت الينا. هذاك الشيء اللي وراك وتعلمتي منه في حصص التمارين غادي تعرضوا عليه نهار الامتحان، وشي واحد غادي يقول لك لا راه ضروري الكور، وكيفاش غادي تجاوب الا ما كنتيش قاري الكور؟ غادي نقول لك خويا راه من التيران كنتعلمو وماشي من النظري، والتيران هو التمارين، وتشوف السؤال تعلم تجاوب عليه. راه الاستاذ شحال من حاجه تيديرها في الكور، وعارف راسو عمره ما حطها في حياته في شي امتحان، وعمره ما غادي يحطها، ولكن خصو يدوزها في الكور ديالو وانت تكتبها، حيت البروغرام ديالو خصو يساليه، وانت الا كان عندك الوقت زايد سير قرا كلشي وفهم كلشي. وباش ناكد عليكم جو مغابيل بيان في ليسونس ديالي، حتى انا كنت كنبغي نعرف هادي من جايه وخاصني نفهمها مزيان، وشي وحدين باقي تنعقل كانوا تيحفظوا التمارين اللي كنديروا في لي تي دي، ولكن كانوا تيجيبوا احسن مني. اذا انا في الاخير غادي نهضر معاك على النتيجه، المجهود اللي درتي والوقت اللي خدم منك كل موديل ما تنشوفوش في الاخير، ولكن اللي تنشوفو هي شحال جبتي في كل موديل، واش فاليديتي ولا ما فاليديتيش. دونك ضربوا على اللاصق، سير لوبجيكتيف ديالك ديريكت، واي تمرين يعطيه ليا الاستاذ نحرك فيه ستيلو ونجيب فيه راسي، وحاولوا تخدموا الامتحانات السنوات السابقه اذا كان مازال لكم الوقت، ولكن الامتحانات يكون عندك التصحيح ديالهم، الا ما كانش ما عندك ما دير بهم، حيت باش غادي تقارن داكشي اللي خدمتي واش هو هذاك ولا ناقصك فيه شي حاجه. وقبل ما نسالي الفيديو حيدوا من بالكم جميع التنبؤات السلبيه. لا عندك راني مخدمت هادي عندك يحطها علينا ناري، هادي اول مره تنشوفها، الا مشات حطها علينا دبرت عليها. نو خدمتي ودرتي مجهود وجدتي مزيان وما ضيعتيش وقتك في الخاوي، مشيتي ليسونسييل، وكل امرك لله وما غادي يجيب لك الله غير اللي فيها الخير ان شاء الله. جو فو سويت ان غران اي ان تري بون كوراج. اسي يا نيكست تايم.